والتي حصلت 105 لها من مطار المباراة الثانية لوقتها في أنه عقب تصاعد الاحتجاجات الشعبية على سياسات الرئيس المعزول محمد مرسي في حكم البلاد وحدوث سفن شعبي ينادي بتظاهرات حاشدة بالقاهرة الكبرى والميادين الرئيسية بالمحافظات المختلفة بالبلاد يوم تشرين 6/2013 اطلع الرئيس الأسبق محمد مرسي بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخواني من أعضاء مكتب الإرشاد العام وبعض مساعدين من قيادات وقواعد التنظيم الإخوان العاملين بمؤسسات الرئاسة من العاملين بمؤسسة الرئاسة في آنذاك على إضغاط تلك الدعوات من خلال حشد عناصر التنظيم الإخواني ومؤيديهم بالقاهرة والجيزة وكافة المحافظات لإحكام سيطرتهم على الميادين العامة والتجمهر بها من قبل جموع الشعب المصري وذلك للحيلولة دون نجاح تلك الدعوات وبالفعل قامت الإرشاد العام للتنظيم الإخواني بتكليف كوادر التنظيم بمكاتب إدارية وكافة المحافظات بالتنسيق مع بعض القوى المتطرفة الأخرى من الموالين لقيادات التنظيم في أعقاب ثورة 25 يناير والمتحالفين معهم في انتخابات مجلس الشعب والشورى لحشد عناصرهم للتجمهر والتظاهر بميدان الرابعة العدوية ومحيطيه بدءا من يوم 21/6/2013 وتمويلهم والإنفاق عليهم من خلال وسائل الإعاشة ووسائل النقل فضلا عن امدادهم بالأسلحة النارية والفرطوش والتفكيرة والمبرقعات والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بهدف ترويع وتخويف جموع الشعب المصري وإرهاب والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة وإلقاء الرعب بين الناس لمنعهم من التظاهر السلمي قبل ممارسة النظام الحاكم ونفاذا لذلك المخطط وفي غضون الفترة من 21 من شهر يونيو من عام 2013 وحتى 14 من شهر أغسطس 2015 وحتى 14 من شهر أغسطس من ذات العام دبر المتهمون من الأول حتى 15 كوادر تنظيم الإخوان بمحافظة القاهرة تجمرا بمحيط ميدان رابعة العدوية والشارع المتاخمة والشوارع المتاخمة له جعل السلم والأمن العام في خطر وألف المتهمون من الأول حتى 14 من جموع المتجمهرين بميدان رابعة العدوية ومحيطه عصابة مسلحة هاجمت المتجمهرين بميدان هاجمت طائفة من السكان وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة وكان الغرض من هذا التجمهر ومن تأليفهم لهذه الأشعار المسلحة الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمعهم أو يخترقه من المعارضين لانتماءاتهم السياسية وأفكارهم ومعتقداتهم ومقاومة رجال الشرطة المكلفين لفض تجمعهم والقتل العمد مع صفق الإصرار والترصد والشروع فيه والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر وتقية حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها بهدف نهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق التي أجمع الشعب المصري عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقبل نظام الحكومة المقرر عودة الرئيس المعزول محمد مرسي وكان ذلك باستخدام القوة والعنف على كون المتجمهرين مدججين بأسلحة نارية وأخرى بيضاء ومفرقعات وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص وذلك لمسوا في أنفس المتجمهرين فكرته وحرضوهم عليه ورسموا لهم مخططات تنفيذه والذي وافقهم عليها المتهمين واخرين مجهولين فامدوهم بالعتاد المادي والعيني اللازم لانفاذها وعقب انتهاء ثوره 30/6/2013 والذي انتهت بعزل الرئيس الاسبق محمد مرسي المنتمي لجماعه الاخوان المسلمين ناشدت الدوله المتجمهرين مرارا وتكرارا من خلال وسائل الاعلام بانهاء تجمهرهم المسلح الا انهم ابوا واستمرت جماعة الإخوان في تصعيد ممارساتها ضد إرادة الشعب المصري
تكلم المتابعون من الأول حتى الرابع عشر وآخرين تبين قيادات تنظيم جماعة الإخوان مدبري هذا التجمع بزيادة الحشد في ميدان رابعة العدوية ومغلقه، وفي محاولة منهم والمشاركين في ذلك التجمع الضغط على أجهزة الدولة لإعادة الرئيس الأزبط إلى سلطة الحكم، ومن خلال توسعة نطاق التجمع وغلق كافة الطرق المؤدية إلى مسجد رابعة العدوية من الجهات الأربعة المؤدية إليه، وإعادة حركة تواطين المنطقة واحتلال المساحات بين العقارات وداخلها وأمام الشقق السكنية، وسرقة وإتلاف جميع مرافق الطرق العامة في محيط التجمع من مياه وصرف سقي، واستغلالها لعدد المتجمعين والاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيطه أو يخترقه من المواطنين المعارضين لانتماءاتهم السياسية وأفكارهم ومعتقداتهم، وموالاة ترويع جموع الشعب المصري والقتل العمد والشروع فيه، والاحتجاز القصر المصحوب بتعذيبات بدنية وتكسير الأطرع والأرجل لمن يعرض من المواطنين في آرائهم السياسية، وقاموا بسرقة التيار الكهربائي والاستعانة بأدوات خارجية من مولدات كهربائية لاستخدامها في الإضاءة ولمكبرات الصوت، كما أقاموا المتاريس الأسمنتية والموانع والحواجز الخرسانية على حدود أطراف التجمع، كما شهدوا القيام بتلك الطرق وتجهيز بعض أدوات القتل والحرق والأسلحة النارية، كما قاموا أيضا بتخريب المنشآت العامة ومقاومة السلطات واحتلال مسجد رابعة العدوية ومخططه والمستشفى الكائنة خلفه، وإنشاء غرف حجز وتعذيب للمحتجزين، وكذا إنشاء دشن للحماية أثناء محاولات فض تجمعهم، وكان ذلك بمساعدة قيادة جماعة الإخوان المسلمين بتمويل ذلك التجمع، وإمدادهم بالأموال ووسائل المعيشة والأدوات بتخريج من المتهمين الـ15 الأول من خلال إلقاء الخطب الحماسية والتحريضية على المتجمهرين من أعلى المنصة التي قاموا بتشييدها أمام مسجد رابعة العدوية، والمجهزة بالإضاءة ومكبرات الصوت، والتي تم توصيلها إلى كافة المحاور المؤدية إلى إشارة رابعة العدوية، لخلق سلوك عدائي لدى كافة المتجمهرين قبل الدولة وأجهزتها والمواطنين والمعارضين الفكريين، فدشنوا المتاريس بنطاق ميدان رابعة العدوية، وامتد محيط التجمع إلى تقاطع طريق النصر مع شارع يوسف عباس غربا، وتقاطع طريق النصر مع امتداد شارع أحمد ياسير بالقرب من المركز التجاري كيلو أمون شرقا، وتقاطع شارع الطيران مع شارع إسماعيل القباني جنوبا، وتقاطع شارع الطيران مع شارع بن فضلان شمالا بخلاف الشوارع الجانبية المتاخمة لتلك الشوارع، كما احتلوا مدرستي مدينة نصر السنوية الفندقية وعبد العزيز جويش، ومبنى إدارة الإسكان الخارجي فرع البنات التابع لجامعة الأزهر، كما قاموا باحتلال مسجد رابعة العدوية ودور المناسبات الملحقة به والمستشفى الكائنة خلفه، وكان ذلك قصرا على القائمين عليها من الموظفين العموميين العاملين بها، حال كونهم عصابة مسلحة ألفها وتولى زعامتها المتهمون الـ14 أولا، بل انتقموها عمدا وأقاموا بها وتخصموا بداخلها